السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. الشيطان القولون أو القولون الشيطاني. هذا الفيديو مهم جدا جدا، لا بد أن تتابعوه إلى الآخر، وكذلك تعطينا لايكات، مشاركة، تعليقات، لأن هذا الفيديو مهم جدا 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 ويحل لكم مشكلة كبيرة جدا. القولون الشيطاني. هناك الشيطان يدخل عن طريق الحسد أو عن طريق العشق ويسكن القولون أي الأمعاء، وكذلك قد يدخل عن طريق سحر المأكول أو مشروب، فيعمل أعراض كثيرة جدا تشبه أعراض القولون العصبي. أعراض القولون العصبي، من عنده قولون عصبي أو كسميه في المغرب بومزوي، نفس الأعراض: ضيق نفس، خنقة، وساوس، خوف، هلع، أخاف من شيء سيقع لكن لا أعرف ما هو، كذلك نبض هنا في الصرة، نبض قوي في الصرة، إمساك أو إسهال مزمن. هذه أعراض القولون العصبي وأعراض شيطان القولون. لكن الفرق بين شيطان القولون والقولون العصبي أن القولون العصبي لن يتأثر لك بالرقي إذا كان عندك قولون عصبي لا ليس معه شيطان، لكن لو عندك شيطان دخل عن طريق سحر أو عين أو حسد وسكن في القولون يعمل لك نفس الأعراض، لكن عند الرقية ستشعر بتأثر وحركة في الأمعاء إلى غير ذلك، لكن ليست أي رقية، ليست أي رقية، بل رقية خاصة بصهر عقد القولون العصبي، والتي سأنزلها إن شاء الله بعد هذا الفيديو التوضيحي. فالقولون العصبي أو شيطان القولون يعمل لك نفس التأثيرات، تذهب إلى طبيب نفسي لأنه يعمل وسوسة واختناق إلى غير ذلك وخوف وعدم نوم، تذهب إلى طبيب نفسي يعطيك مسكنات لا تنفع، تذهب إلى الرقية ترقي لا تشعر بشيء. لكن إذا كان الراقي حاذق سيضع، مجرد أن يضع يده في القولون ويمسح، خاصة إذا كانت عنده لمسة شفائية، ويذكر الله ويذكر صهر عقد شيطان القولون، يبدأ النبض والتحركات إلى غير ذلك. هنا يفضح هذا الشيطان ثم تبدأ له بالعلاج. العلاج هو كالتالي: أولا إذا كان عندك سحر مأكول ومشروب لابد من الاستفراغ، يعني تستفرغ، تستمع لرقية القولون وصهر عقد القولون العصبي التي سأنزلها كما قلت، وعلاجه يكون ما بين 21 يوم إلى 40 يوم، وذلك باستماع يومين للرقية، رقية القولون العصبي، كذلك أن تقرأ على الماء سورة البقرة وتأخذ 7 حبات من الحرمل، وكل صباح 7 حبات من الحرمل، وتشرب عليها ماء الذي قرأت عليه البقرة، كل صباح تشرب لتر من الماء على الريق فلمدة 21 يوما، وقد تضيف وتكمل 40 يوما إذا وجدت أن الأعراض ما زالت موجودة بإذن الله سبحانه وتعالى. لن يبقى معك هذا القولون أو شيطان القولون، وسيحدث لك إسهال بإذن الله بهذه الطريقة. ثم إن كنت أحسست أنه دخل عن طريق حسد أو عن طريق سحر أو عن طريق مس عاشق أو زاني أو طيار، تعمل له برنامج بجانب هذا البرنامج الذي قلته لك، مثلا برنامج الطيار تعمل له الصفات، عندي مس بسبب العشق، النور والتوبة والصفات، مفهوم؟ حسد، المعوذتين. لكن البرنامج الأساسي هو البقرة وسبع حبات من الحرمل كل صباح على الريق لمدة 21 يوما إلى 40 يوما، مع استماع لرقية القولون يوميا، وسترى عجبا بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.